وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. فلاح الجامع اسم على مسمى فلاح، والفلاح فوز، والفلاح نصر. جامع جمع بإذن الله الخير كله. فلاح بن جامع اليوم فلاح بن جامع اليوم ما أقول لكم يا عيال عطر، فلاح بن جامع اليوم ينكلم. احنا نفزع لو مسوا طفل منكم أو من الكويتيين كلهم، فما بالك إذا مسوا رمز من رموزنا العنب محمد فلاح بن جامع. اللي لما تضايقت الكويت اشترى الكويت ما اشترى مصالحه شخصيه. لما تضايقوا الناس واستحموا المواطنين وتم شراء الرجال او عفوا الذكور وتم بيع البلد وتضايق انوار المعارضه وحاصرهم الجميع، كسر هذا الحساب فلاح بن جامع. والله العظيم لو شفتم موقف وكلمات فلاح بن جامع اثر علينا واحنا مجتمعين كنواب معارضه، ان تباشرنا فيها لان تباشرنا بالنصر، لان نعرف شنو فلاح بن جامع وشنو قبيله العوازم كثر اليوم سياسي. لذلك يا عبد محمد موقفك انقذ الكويت، لكن عوضها. موقفك انقذ البلد، لكن خسرهم مصالحهم اللي يوضعون المال الحرام من قنوات عبر وفساد. اليوم هم تلميذ يبغون الاعضاء ترجع، لانك انت احد الاركان اللي لما تضايقت الكويت استندت عليك بعد الله سبحانه وتعالى. محمد انت اصدق في قول الشاعر، احنا عمود البيت والبيت يبنى، والبيت ما يبنى بأي أحدنا، بيت الكويت يبنى على أمثالك. وهذا والله أعلم أنها ما تحرك، ما تحرك إشعارك في راس طفل من عيال عطر. أنا أقول الموقف اللي تبيه يا محمد لأني أثق فيك، الكويتيين كلهم يثقون فيك. اليوم أنت خطيت خط في تعامل شيوخ القبائل ونعم فيهم كلهم مع الإعلام الفاسد، مع الحكومات لما تنحرف، والله عيالك وعيال عيالك وعيال الكويت في التاريخ راح يذكرونها لك. الخط اللي تختاره احنا نختاره، الموقف اللي تختاره احنا معاه. يا ابو محمد انت المقدمه واحنا وراك، ما احنا قدامك. انا باسمكم باسم الكويتيين الشرفاء يسمح لي ابو محمد اني اقبل راسا نيابه عن شرفاء اهل الكويت.